تعتبر المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة المتنفس لسكان المدينة، حيث تقام على مساحة 260 فدان في وسط المدينة، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، ونسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني بلغت نحو 70%. على قدم وساق يسابق هؤلاء الزمن للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية للمدينة التراثية بالعالمين الجديدة. هذه المدينة المقامة على مساحة 260 فداناً وتحتوي على 70 مبنى ومنشأة. في شغل واضح جداً وفي مجهود كبير وفي فترات كتير للشغل، يعني أعتقد الموقع مش بيوقف شغل تماماً، في وردية كذا وردية بتبقى شغالة وفترات الأجازات، لا مفيش، يعني الشغل مستمر في الموقع بإنجاز، أعتقد إن هو بيتطور كمان كل فترة عن اللي قبلها. يعني إحنا عندنا هنا إدارة المشروع بتقسم المباني علينا كمهندسين، كل مهندس بيبقى مسؤول عن جزء، أنا مثلا مسؤول عن الجزء بتاع الرومان سياتر، المسرح الروماني. عندنا المسرح الروماني تقريبا بيساع لألف شخص. البروجرس بتاعنا في المسرح الروماني إن المشروع المبنى تيرنكي، بنسلمه كامل التشطيب جاهز على انه يتعمل فيه الايفنتس المجهزه ومترتبه ليها، واحنا اولموست خلصنا تقريبا من 85-90%، فاضل لنا يعني التشطيب الاخراني ويبقى الموضوع جاهز خلاص، المبنى جاهز للتسليم على طول. تتميز المدينة الجديدة باحتوائها على دار للأوبرا سعة 1200 شخص، بالإضافة لمتحف مصغر ومسجد، كما تضم بحيرة ضخمة وحديقة مركزية ومبان تجارية وكنيسة ومسرحا رومانيا ومجمع فنادق ومجمع للسينمات ومنطقة معارض. احنا جينا هنا كان الأرض زي ما انت حضرتك عارف كانت صحراء، دلوقتي يعني بفضل توجيهات الرئاسة وكله احنا وصلنا للحاجة اللي انت شايفها دلوقتي. هنا احنا شغالين ال 24 ساعة كلهم، شيفت وشيفتين نهار وليل. العمال هنا يعني ممكن حضرتك تنزل تسأل اي حد، يعني هنا كل حاجة ماشية على 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 احسن حاجة. وتعد مدينة العالمين الجديدة اول مدينة مليونية في الساحل الشمالي واحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية.